بعد الجدل الذي أحدثته تصريحاته صبيحة اليوم في مجلس الأمة، وزير التربية الوطنية محمد واجعوط يوضح إجابتي تضمنت إحصائيات ومعطيات حول نسب التسرب المدرسي. جاء في ردي حول مفهوم التسرب المدرسي في النظام التعليمي أنه تقنيا هو تخلي التلاميذ وتركهم لمقاعد الدراسة قبل بلوغ 16 سنة، باعتبار التعليم إلزامي حتى هذا السن. لم أقصد بتاتا أن الالتحاق بالمدارس القرآنية والزوايا سبب يشجع التسرب المدرسي، ولا لإنقاص في دور المدارس القرآنية والزوايا ولا في المستوى التعليمي لتلاميذها. أثمن دور المدارس القرآنية والزوايا في الماضي والحاضر، وأسعى رفقة الشؤون الدينية إلى إيجاد الآليات التي تسمح لطلبة المدارس القرآنية بمواصلة مسارهم التعليمي.